يا مرحبا ترحيبتين مد الانظار بأهل الكرم والطيب وأهل المعالي أو اللي تعنى لجلنا أو شرف الدار غالي وله تقدير فوق الخيالي يا مرحبا ترحيبتين مد الأمطار بأهل الكرم والطيب وأهل المعالي واللي تعنى لجلنا وشرف الدار غالي وله تقدير فوق الخيالي باسم أبو منصور التراحيب مدرار وباسم أم منصور التراحيب مدرار ترحيبتين من قلبي غالي لغالي لأجل ولدي شرفت والدار يا خيار وعجزت أحضر قدركم في مقالي بقدومكم من نوركم شحت أنوار حياكم الله وارحبوا يا الغوالي أقبل سمي جده ويا الله حيا أول حفيد يغدك البيت بالنور أول حفيد يغدك البيت بالنور حي الذي جاني من الله هدية عوض التعب لسنين وأيام وشهور يا مرحبا وأهلين يا قرة العين منصور بن متعب قدومك لي سرور غالي سمي غالي عسى الله يحمي سمي جده من بطيبته مشهور سمي جده من بطيبته مشهور ويا يجعله الجده باسمه وطاريه كل بطيبه وبعطاياه مبهور ونشمي لابوه مثله بمدة ايديه وبفعله صار مع الناس مخبور تعريب من الساس ما بين جده من شمر ومن سبع ما فيهم قصور من شمر ومن سبع ما فيهم قصور خواله سقوم الردية الوفية وفن جد عمانه على أول اسطور وادعيك يالله كل محرم تعطية واذكر عين بضنا منبع النور يالله تهنيه بحياته وتهديه وجعله بذكر الصالحين ذكر منصور وابوه جعله دائما يفتخر فيه ويا حي وجه بوي يا حي منصور يا حي وجه بوي يا حي منصور ويا حي وجه بوي يا حي منصور.